عاجل. صراع داخل اجتماع مجلس القيادة الرئاسي في عدن لهذا السبب الخطير. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. رفض رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي عضو لجنة التشاور والمصالحة أحمد صالح العيسي آلية اختيار هيئة رئاسة لجنة التشاور والمصالحة بعد مشادات كلامية حصلت أثناء اختيار الغيثي رئيسا للجنة. وقال مصدر مطلع إن العيسي انسحب من الجلسة بسبب مصادرة حق الأعضاء في انتخاب هيئة الرئاسة في الجلسة التي استمرت من الساعة 10 مساء الأربعاء. وبحسب المصدر فإن العيسي رفض آلية الاختيار التي تمت دون منح الأعضاء حقهم في الانتخاب. كما الإعلان الدستوري على انتخاب رئيس الهيئة ونوابه، وهو ما لم يتم في اجتماع اللجنة الذي حضره جميع أعضاء الهيئة وبحضور أعضاء من مجلس القيادة الرئاسية. وكشف المصدر عن تراجع قيادة الاشتراك والإصلاح عن موقفهم المتمسك بآلية انتخاب رئاسة اللجنة بعد تلقيهم وعودا بحصولهم على تعويضات. وأشار إلى أن مشادات وخلافات عاصفة شهدها اجتماع مجلس القيادة الرئاسية إثر تفويضه باختيار رئيس اللجنة، حيث فرض عيدروس الزبيدي بالقوة القيادي في الانتقال محمد الغيثي رئيسا للجنة في ظل رفض أغلب أعضاء المجلس. وشهد اجتماع لجنة التشاور والمصالحة خلافات ومشادة بسبب محاولات مصادرة حق أعضائها في الانتخاب وتفويض مجلس القيادة الرئاسي باختيار هيئة رئاسة اللجنة. وسجل كل من محمد الشدادي نائب رئيس مجلس النواب وجميلة علي رجاء اعتراضهم على تفويض الرئاسة بالأمر. وفي السياق استنكر مصطفى النعمان عضو الهيئة تفويض المجلس باختيار رئيس وأعضاء الهيئة، وقال في تغريدة له على حسابه بتويتر: حين يصبح التفويض للأعلى أساسا للحكم فلا يمكن التعويل على فعل إيجابي يعود بالنفع على الناس، لأن البدايات الخاطئة محتم أن ينتج عنها نتائج كارثية.